برج الحمل. مهنياً، الفرص الجيدة لتحسين واقعك المهني وزيادة دخلك المادي أمامك، ولكنك اليوم لا تبدي أي اهتمام للاستفادة منها. عاطفياً، العازب، لقاء عملي يتحول إلى عاطفي، يسعدك ويغير نظرتك للحب ويجعلك متفائلاً. المتزوج، قد تواجه أمراً طارئاً داخل الأسرة، لا تكن متشدداً في معالجته وامسك العصا من المنتصف. برج الثور، مهنياً، تعيش وفق أسلوبك الكلاسيكي الذي تعودت عليها وتترك أمورك دون أن تتحكم فيها. انهض اليوم بقوة واستفد من فرصة مهنية أمامك. عاطفياً، تعيش حباً رائعاً ولكنه من طرف واحد، ورغبات مكبوتة ولكنها وقتية، وحيرة في الاختيار بين الحب بدون أمل والارتباط. المتزوج، تعيش مع الشريك أقصى درجات السعادة والتفاهم والتوافق الروحي والعاطفي. برج الجوزاء، مهنياً، تنجح في مخططك الذي وضعته سابقاً وتخطو خطوات إيجابية إلى الأمام، تحقق من خلالها دخلاً مادياً إضافياً. عاطفياً، العازب، ربما تسير عواطفك اليوم بشكل فوضوي وخاطئ وتبدأ جسور الحب مع الحبيب تتصدع، ولكنك ترممها مباشرة. المتزوج، حوار داخل الأسرة لحل قضية تتعلق بمستقبل أحد أفرادها وقرار بتأمين المستلزمات الأساسية لمستقبله. برج السرطان، مهنياً، تكتشف اليوم أن المثالية المطلقة لم توصلك إلى أهدافك المهنية، فتهبط من برجك المثالي إلى العالم الواقعي وتبدأ بتحويل مشاريعك إلى حقيقة ملموسة. عاطفياً، تبحث عن السلام الداخلي من خلال العلاقة العاطفية الناجحة، وتحاول اليوم أن يكون الحب مع الحبيب أو الشريك مصدراً لتحقيق الاستقرار العاطفي والنفسي. برج الأسد، مهنياً، تكشف نوايا ومخططات وعدم إخلاص بعض المحيطين وتبدأ بتغيير أسلوبك وطريقة تعاملك معهم. عاطفياً، تشعر بالأمان بعد أن تتأكد اليوم أن علاقتك مع الشريك أو الحبيب متينة ولا يمكن إضعافها مهما حاول الآخرون. برج العذراء، مهنياً، تنتهي الصعوبات المهنية والمادية التي تتعرض لها وتفتح أبواب النجاح على مصراعيها لتدخلها بثقة وتحقق إحدى طموحاتك. عاطفياً، تعيش الحب الصادق والمتبادل مع الحبيب أو الشريك وتأخذ حياتك العاطفية توجهاً جديداً في طريق الرومانسية وتنعم بحلاوة الحب لدرجة الثمالة وتحلق في سماء العشق. برج الميزان، من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم المطرب محمد طه. مهنياً، يكون اليوم مناسب لحل مسألة مادية أو مهنية مستعصية دون تقديم تنازلات جوهرية، وذلك بالاعتماد على ذكائك وحكمتك. عاطفياً، العازب، تعيش الحب الحقيقي بعد طول انتظار ويكون شعلة تضيء الطريق لتدخل قفص الزوجية. المتزوج، يسامحك الشريك على ما بدر منك من أخطاء فتقرر أن تبذل جهدك لإسعاده. برج العقرب، مهنياً، تفتح أبواب النجاح التي كانت مصدى وتنطلق في دروب تحقيق أهداف كانت بالنسبة لك حلماً. عاطفياً، العازب، انسى علاقتك العاطفية السابقة كي تستطيع أن تبدأ من جديد
لأن الحب الحقيقي حولك. المتزوج تكتشف أنك كنت ساذجاً في علاقاتك الاجتماعية وفهمك للآخرين، وتعيد نظرتك للأمور، وتبدأ بتغيير كثير من المفاهيم التي كنت تؤمن بها. برج القوس. مهنياً تكون اليوم أمام مفاجأة لم تكن تتوقعها، فيها الخير والدهشة من حجم الازدهار لعملك، بالإضافة إلى تحقيق حلم حياتك. عاطفياً، العازب، الغيرة والشك تهدد علاقتك مع الحبيب، صارحه بتخوفك لتتأكد أنك مخطئ وتتوهم، ولأنه مخلص. المتزوج، تتبدد الغيوم التي عكرت صفاء حياتك الأسرية، ويدخل الفرح والسرور إليها. برج الجدي. مهنياً، تواجه أمراً يحدد مدى قدرتك وقوة شخصيتك. كن واقعياً وعقلانياً ومتفهماً لما يجري حولك حتى تنجح في التعامل معه. عاطفياً، يحيطك الحبيب أو الشريك بحنانه وحبه، ويعدك أن يكون بجانبك مهما كانت الظروف، وخاصة بالأزمات التي قد تمر بها، فتشعر بالأمان والهدوء النفسي. برج الدلو. مهنياً، لا تحاول المغامرة بمال أمانة لديك بغية الربح السريع، أو بحجة زيادته عن طريق العمل التجاري حتى لا تخسر نفسك ومبادئك الجيدة. عاطفياً، العازب، ربما تجد الحب الحقيقي ينتظرك وتعيشه بهدوء ورغبة. المتزوج، تزول اليوم فترة القلق على الأسرة التي عشتها، وتتلقى أخباراً مفرحة تجعلك في منتهى السعادة. برج الحوت. مهنياً، تكون اليوم بحاجة لمن يقف بجانبك ويساعدك في أمر مهني، ولكن للأسف لا تجد إلا الوعود الوهمية والكاذبة. عاطفياً، العازب، تتأكد اليوم أن عدم الوضوح حول الارتباط في علاقتك مع الحبيب وترك تقرير ذلك للزمن سوف يؤدي لفشلها. المتزوج، يتحقق حلمك بأن الشريك يفهمك ويندمج معك عاطفياً وفكرياً.